اليوم قوله الشفاء والشفاء العاجل إخواني. وأنا أتكلم لأنكم أنتم هم الاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة كنهنئ المهنيين على الصعيد الوطني على هذا اليوم العالمي اللي كيتحتفل به الشغيلة، يوم الشغل. هذا اليوم العظيم اللي كيخلد مجموعة ديال النضالات اللي مرت في التاريخ ديال هذه النقابة العتيدة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وبدوري كنحيي جميع المهنيين على الصعيد الوطني، هاد المهنيين اللي ما استفدوش من جميع الحقوق اللي من حقهم ديال القطاع، هاد ديال الجر والإغاثة. أول حاجة هاد دفتر التحملات اللي جا اللي غادي يهرس المهني البسيط، واحد اللوبي اللي جمعوا بغاو يديروا واحد دفتر تحملات اللي خاص بهم اللي غادي يقصي المهنيين البسطاء. واليوم هذه الوقفه ديالنا هي تعبير على المطالب ديالنا المهضومه، منها الغازوال المهني اللي جميع القطاعات استفدت بواحد الطريقه مهمه، الا الديباناج استفد بواحد الدعم ديال 1000 درهم، وكنشوفوا بان السيارات الاسعاف والسيارات الاجره عفوا استفدت اكثر من هاد شاحنه الجر والاغاثه. هنا كنشوفوا هاد الشاحنه اللي 24 طن استفدت من 1000 درهم ديال الدعم. بالله عليك علاش كتليق فاش غادي تقد هاد 1000 درهم؟ فاش غتقد 1000 درهم؟ ناهيك على واحد اللوبي اللي مستغل ديال طرق السياره. ثالث حاجه ان دفتر التحملات ديال طرق السياره بانه اجلوه مرارا وتكرارا باش ما يستافدوش شركات منافسه، باش تبقى محتكر على واحد الفئه معينه. ثالثا كنعانيو من التعسفات، لانه جميع الناس الديباناج عنده الوراق ديالو، عنده كل شيء اوريغل، ومع ذلك كيتعرض لبزاف ديال الاغراءات في الطرق. المهني ديما معرض ومهان، وحنا كنقوموا بواحد الدور كبير بالديباناج. الديباناج الا ما كانش الديباناج كيتحبس كل شيء، الاقتصاد كيتحبس. بالله عليك الا تحبست غير طريق السيار، ومثلا لا قدر الله طرات واحد الحادثه، الا ما جاش الديباناج وايفيتي هذاك المشكل، كيبقى هذاك المشكل كتبقى الطريق محبوسه. وكنحيي على الصعيد الوطني، كنحيي هاد المهنيين، هاد جنود الخفاء اللي كيباتوا ليلا ونهار، وهم الذراع الايمن ديال الدرك الملكي وديال الامن الوطني. وتحيه نضاليه وهنيئا لهم بهذا العيد، وتحيه لجميع الرجال، ولا عزاء للجبناء اللي باغيين يبيعوا هاد الحرفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.